المقاومة في أحسن حالاتها ومعنوياتها، وهي تحكم السيطرة على النيران وتتحكم بها بصورة مدروسة توقع به أفجع الخسائر. فاطمئنوا إن شاء الله شعبنا الفلسطيني سينتصر، ولن يستطيع نتنياهو وجيشه المهزوم من تحقيق أهدافهم لا في القضاء على حركة حماس ولا بتهجير شعبنا الفلسطيني ولا إسعادة الأسرى والمحتجزين إلا بصفقة تقبل بها المقاومة. فوضات فيما يتعلق بموضوع الأسرى والمحتجزين، وحتى هذه لم تصل إلى نتيجة ولم تصل إلى اتفاق، لأنه هناك مماطلة حقيقية من نتنياهو. نتنياهو في حقيقة الأمر لا يهم ولا الأسرى الاحتلال ولا المحتجزين من دول من الدول الأخرى، ولكن الضغط عليه من الدول الأجنبية الغربية والضغط عليه من الكيان الصهيوني والمجتمع الصهيوني هو الذي يضطر ليتفاوض، لكنه يماطل، وبالتالي لم يتم الوصول إلى شيء فيما يتعلق بموضوع الأسرى والمحتجزين. وقف إطلاق النار أو وقف العدوان تتصدى له الإدارة الأمريكية ومعها بعض الدول الأوروبية بكل وقاحة وبكل صفاقة. يعني لأول مرة في التاريخ أنه يمتنعون عن وقف العدوان ووقف إطلاق النار لأنهم يريدون أن يستمر نتنياهو بجرائمه. حتى موضوع الهدنة أو الهدن الإنسانية تكلموا عنها كثيرا، أنهم يعني هم ضد وقف إطلاق النار ولكنهم مع هدن إنسانية. حتى هذه الهدن الإنسانية لن يحصل منها شيء. 27 يوم شعبنا الفلسطيني، السلاح الأمريكي والقنابل الأمريكية تتساقط فوق رؤوسه، ولكن حتى هدنة لالتقاط الأنفاس من أجل انتشار الجثث ودفن الأموات وإنقاذ من هم تحت الأنقاض وتوفير مستلزمات ربق الحياة، هذا ليس موجود. أين الدول العربية التي تقف مع شعبنا الفلسطيني والإسلامية تقف مع شعبنا الفلسطيني لتزويده بالسلاح، استخدموا أوراق القوة، هناك سلاح النفط العربي، لماذا لا تلوح به في الزمن العزيز القديم واستخدم هذا السلاح وضغط على العالم؟ احنا رأينا أوكرانيا لأنه عندها الحبوب، كل العالم صار يتكلم عن موضوع أوكرانيا لأنه مصالح العالم في موضوع الحبوب تأثرت. خلي مصالح العالم بموضوع النفط يتأثر ويشعروا أن هناك ما يدفعونه، هناك مصالح اقتصادية مع الدول العربية والإسلامية يجب أن تلوحوا لهذه الدول التي تعطي الغطاء للاحتلال بأن مصالحكم الاقتصادية مع العالم العربي والإسلامي يمكن أن تتأثر. لماذا الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل ما تطرد السفراء وتقطع هذه العلاقات؟ يجب أن يشعر العالم أن هناك موقف عربي وإسلامي حاسم يرفض هذا العدوان، ويجب أن يعلى الصوت في كل العواصم وكل المسؤولين العرب.